وهنا البنات غادي نشارك معكم الكريمه اللي كنت قلت لكم غادي نحطها لكم. واحد الكريمه خطيره خطيره خطيره، راه تاع لي بروفيسيونيل كما كتشوفوا معايا السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. رجعت لكم فيديو ثاني، حتى كنحلف ما لحقتش فيديو، ولكن تنقول معليش معليش نحط لهم فيديو علاش لا يستافدوا ولا شي حاجه. مهم، اول حاجه غادي نبداها لكم معايا هي كانت عندي واحد العراضه، ماشي عراضه عاديه، مهم عاديه وصافي. وغادي نبدا معكم ان شاء الله التوجه تاع الطبله. بالنسبه لدابا البنات كاينين لي فيت فرنسا، راكو عارفين في لي فيت فاش كيدوزوا لي فيت كيديروا كلشي ناقص 50%. بالنسبه لهاد لي ناب هادو اللي شفتو معايا، خديت جوج من اكسيون باورو 29 ولا اورو 30، والله ما بقيت عاقله. راه في الدخله ديال الباب ديال اكسيون حاطين داكشي تاع النوال اللي ما تبعش ليهم، حاطينو ناقص 50%، كيديروا برومو ودايرين عاوتاني حتى برومو في اوشون ولا كارفور. داكشي قلت لكم اللي ما تبعش ليهم، كما قلت لكم داكشي اللي ما كيتباعش ليهم البنات كيديروا له ناقص 50% باردون، حتى ناقص 70%. البنات اللي كيعجبو يشري معنات هكا ولا معنات بحالي وداكشي تاع التاويل داكشي، غير مشيو دابا البنات راه حاطين داكشي ناقص 50%، داكشي غزال غزال غزال. وهنا غادي ندوزو للطبله. بالنسبه للطبله انا بازيت البنات على البيض والخشب، حيت غندير لاكليت وغادي ندير واحد لاصالات كبيره بالدجاج، غادي تشوفوا معايا كل شيء ان شاء الله. بالنسبه وبالنسبه لي سيت ديتاب اللي درتهم في الكري، ما بغيتش ندير الدوغي اليوم، درت صغير البيض والخشب والدوغي. وهاد هاد لي تخواني هادي باردون تاع لي تخوا نيفو كنت شريتها البنات العام اللي فات من 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 الدي ب 9 اورو. شاركتها معكم فيديو واقيلا شي جوج فيديوهات قبل من هذا. وبالنسبه للبلا الكبيره البنات، فيه طبسيل صغير وطبسيل كبير، وفيه 8 ديال الطبيصلات الصغار تقاموا عليا 28 اورو، شريتهم من عند واحد لو تيرك. هنايا غادي ندير طباسل حتى هما في البيض، وغادي كما قلت لكم بازيت على الخشب والبيض صافي. وغادي ندير المعارق ديالي في الارجونتيتو هما حتى هما، وغادي ندوزو للبلا. بالنسبه للبلا في الاول البنات غادي ندير لا غاكليت. المهم بديت انصالات سهله سهله سهله، اللي خديت واحد جوج تاع لي موتزاريلا وخديت لا سوريز طومات. بالنسبه لا سوريز طومات خديت الكحله والصفراء والحمراء، كانت عندي كتعطي منظر رائع 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 غزال غزال غزال. وزدت شويه تاع الكرموس عاد لقيتو، ودرت لي فخوي تاع لي باسيون. كما قلت لكم غادي ندير لا غاكليت هي الاولى، اللي شدتها البنات السوسيس ديال الهوت دوغ اللي هكا خشيتو في هذا في القطبان ديال الخشب، حتى هما راه تيجيو زوينين مع لا غاكليت. وخديت جميع الانواع تاع جومبو، غادي تشوفوا معايا خديت جومبو ديال ناتور، جومبو ديال الزيتون، ديال الفلفله، المهم كاع الانواع تاع جومبو خديتهم وشكلتهم البنات، شي شكلتو وريضه شي كان طويل شي غير كنكمشو نحطوه، كيجي بلا غزال غزال غزال. وبالنسبه لاكليت البنات اللي ما تيعرفش لاكليت، راه لا بلو بار تاع البنات كيعرفوا لاكليت، هي ماكله البنات كتجي سهله سهله، كتسلقوا غير البطاطا، هي نورمالمون غير البطاطا والفرماج، ولكن انا كنزيد على الاغلبيه ديال الناس كيزيدوا عليهم هاد لي جومبو، وهذا هو الفرماج ديال لاكليت، حتى هو اللي درتو على خشبه كما قلت لكم بازيت على الخشب. Thank you.
هذه هي الطبيله ديال البنات اللي بريزونطيتها بحال هكا. بالنسبه للسلطه البنات زدت عليها غير ديك لاصوص ديال 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 السلطه، لاصوص لاصوص العاديه ديال ديال لاصالاد فيغت. صافي كتجي هكا كتجي شهوه بالنهايه البنات، كتجي غزاله غزاله غزاله، غير المنظر ديالها كتشبعي منها. صافي بريزونطيت بحال هكا الطبله. بالنسبه اللي قلت لكم اللي ما كيعرفش لاغاكليت هي هذه البنات، ولاغاكليت هي البطاطا والفرماج. كما قلت لكم لاغاكليت هي البطاطا والفرماج، راه هذه اكله سويسريه، راه كانوا اخترعوها لا سويس، سمحوا لي كتمشي لي الهضره، شحال هذه ودابا ولات في فرنسا مطلين بها، سورتو في الاعياد ديالهم كيديروها بزاف. وهنا غادي ندوزو للبلا الكبير البنات. بالنسبه للخضره سلقتها، ماشي سلقتها انا، تنفور الخضره درتها نهار قبل، كلها درتها نهار قبل، ولا غدا ليه عاد سوطيتها عاد شرملتها. هنايا بديت بهذا قولوا لي عليه بالرز، داك الرز راه البنات تعايرت عليه، ماشي تعايرت عليه ولكن انتقدوني عليه في تيك توك، قالك مين غندوزو للرز، ايوا من دوز الرز ما عرفتش. المهم غادي نحيد ديك سيبوره وغادوز الرز، هي هذيك. المهم شرملت البنات البطاطا، شرملت خيزول، بروكولي، درت زعلوك، درت الفلفل مشرمله. المهم درت كل شيء، كاع الخضره اللي عندي درتها. بالنسبه للشرموله غادي شي خطره ان شاء الله صورت كل شيء، غادي نشارك معكم ايتاب باغ ايتاب. بالنسبه للشرموله البنات درت فيها غير شويه تاع الملحه، البزار، الكامون، واحد طريقة ديال الحامض، الحامض معسر. صافي كما كتشوفوا معايا بحال هكا، وغادي نرافقها بالدجاج. بالنسبه للدجاج اللي شرملته بهذا بدانون مسوس، كيجي رائع البنات، كيجي غزال غزال غزال، ما نقولش لكم. المهم شي خطره ان شاء الله نشارك معكم، بغيت نشارك معكم البنات غير بريزونطاسيون، لحقاش التليفون ديالي حمقني مع تليفون جديد باردون، كل خطره خاصني نقطع ونعاود من داو جديد، نقطع ونعاود من داو جديد، ما تيوقف ليش، ما عرفتو مازال ما عرفت ليش مزيان مع هاد الايفون حمقني. ولكن ان شاء الله غادي ندير لكم حاجه بحاجه ووصفه بوصفه ان شاء الله في فيديوهات مقبله ان شاء الله. كما شفتوا معايا هنا درت لو بلا الفوق، وزدت عليهم البنات اللي خديت واحد شويه تاع الفرماج ديال الدهن وشويه تاع الماسكاربون اللي حركتهم، وزدت عليهم لا سيبولات ودرتهم في دوك المعلقات الصغار. كنتمنى البلا ديالي يعجبكم. مهم بريزونطيتو بحال هكا، جا غزال، ضيافي حماقو عليه، ولادي كذلك، واخا درت بزاف البنات حتى حاجه ما طرمات، الحمد لله لا غدا ليه تغدينا به وشاط وتعشينا به الحمد لله. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. ونتمنى البلا ديالي يعجبكم. وغادي ندوزو دابا لابيش ولا الكريمه اللي غادي نشارك معكم، اللي دومونديتو عليها، ما تديوش عليا بزاف لي كومونتير، قلتوا لي الكريمه اللي كتستعملي بالنسبه لي طاخت، بالنسبه لي فيغين. مهم غادي نشارك معكم دابا الكريمه، وغادي نشارككم معكم لا جينزاس، باش ان شاء الله دابا راه راس العام قرب ما بقى له والو، غادي نشارك معكم الكريمه اللي كتصدق مليون في المية، فيها 35 من الدسم. وبقاو معايا حتى الاخر تاع الفيديو. نبداو على بركة الله. غادي ندير غادي ندير ربعة البيضات، كيكونوا شوية كبار البنات. غادي ندير لابيش سهلة ماشي جدا، ربعة البيضات باغدون. وبالنسبة لربعة البيضات كناخد ماشي تقريبا، تناخد 140 غرام ديال السكر سنيدة، راني ديجا عبرتها 140 غرام بالضبط، 140 غرام تاع سكر سنيدة و 140 غرام ديال الطحين باش كتجي هشيشة. غادي ناخذ واحد الفاني، غادي ناخذ الفاني. وي ماما وهنايا صافي غادي نطلعها في الباتور، كنعطيها حقها في تطلع البنات، تنخليها تقريبا ما بين 6 دقائق حتى 10 دقائق حتى كيضاعف الحجم ديالها. هنا عبرت 140 غرام ديال الدقيق، بحال الدقيق بحال سنيده. صافي من بعد ما يضاعف الحجم ديالها
غادي نحيدها من العجانه، وغادي نزيد عليها الطحين المغربل، وغادي نزيد عليها راس تاع المعيقه تاع الخميره. هي ما كتبغيش بزاف تاع الخميره، غير واحد راس تاع المعيقه البنات، غير وهي صغير ماشي بزاف. وكناخذ الفوي كنطلع من التحت للفوق، من التحت للفوق، باش ما يخرجش ليا الهواء اللي في الكيكه ديالي. غادي ناخذ لا سباتوي، حتى هي كتساعد على باش ما يبقاش الطحين لتحت. وصافي، هنا غادي ناخذ اللاطه كما قلت لكم، هنا غادي ناخذ اللاطه تاع الفران اللي كتكون في تاع الفران تاع الفران تاع 60 سنتيمتر، اللي كتكون فيها 60 على 60. غادي ندير الحلوى ديالي في ديك اللاطه، وغادي نسرحها مزيان، وغندخلها الفران على 150 درجه لمده واحد 10 دقائق، ما بين 10 حتى 15 دقيقه، راه دغيا كطيب البنات. هنا كما كتشوفوا معايا غادي نخرجها من الفران. من بعد ما طابت، غادي ناخذ واحد الورق تاع الطبخ اللي غادي نرش فيه سوا سكر سنيده، سوا سكر هذا سكر ثقيل، باش ما تلصقش ليا. كنحيد الجناب اللي زايدين باش تقاد ليا الكيكه ديالي، وكنلوي كنخليها تبرد ابار. وهنا البنات، هنا نشارك معكم الكريمه اللي كنت قلت لكم غادي نحطها لكم، واحد الكريمه خطيره خطيره خطيره، راه تاع لي بروفيسيونيل كما كتشوفوا معايا، كتباع في كرون فري ب 3.99 أورو، فيها 35% ديال الدسم، خطيره يا البنات. تقدروا تخدموها غير بوحديتها، راه كطلع دغيا، ميم با 5 مينوت، جوج دقائق 3 دقائق كطلع. ولا بغيتو تزيدوا معاه الماسكاربون، علاش لا؟ انا فاش لقيت البنات هذه، راه ما بقيتش كنزيد الماسكاربون. كانوا الاخرين تاع 30% تاع ماتياس غاس، ما هذا كنت كنزيد معاهم الماسكاربون. دابا فاش لقيتها، فاش لقيت 35% تاع الدسم، ما بقيتش كنزيد معاها الماسكاربون. والبنات اللي ما كتصدق لهمش الكريمه، راه ديما تنشاركها معكم، هذا فيكس كريم مون فيكس كريم، ولا مون كريم فيكس. هذا البنات كيتباع ثلاثه، فيها ثلاثه تاع البكيات، كيتباعوا في اوشون ولا في كارفور. هذه البنات كتفيكسي الكريمه، ما كطيحش، كتبقى 3 ايام 4 ايام في الثلاجه ما كطيحش. بغيتو تزيدوها حتى هي زيدوها، ما بغيتوش تزيد. الا درتو هذه ما تزيدوهاش، الا درتو هذا الماء، هذا لاماق تاع هذه الكريمه هذه ما تزيدوهاش. الا ما درتوهاش، درتو غير 30% تاع الدسم، زيدوها باش الكريمه تشد ليكم. انا غادي نديرها باش تشد ليا الكريمه، حيت دايره جوج البنات ديال، واخا موافقه كتشد ليا، انا غادي نديرها، معليش غادي نديرها، غادي ندير غير وحده. نورمالمون انا كندير جوج، ولكن غادي ندير غير وحده، نهبط لكم شويه الكاميرا، غادي ندير غير وحده. فوالا غادي نديرها. ها نتوما البنات شفتوا معايا كتباع كيما قلت لكم في كرون فري، خطيره خطيره خطيره. وما تزيدوش فيها الماسكاربون، بغيتو تزيدي فيها الماسكاربون زيدو، ما بغيتوش ما تزيدوش، صافي. انا هذه ما كنزيد فيها الماسكاربون، ولا بغيتوها بغيتو تزيدو كيما قلت لكم زيدو، داكشي كيبقى لو شوا ديالكم والاختيار ديالكم. هنا غادي نقول الكريمه ضروري تكون بارده، صافي. غادي نزيد هاد الفيكس كريم، وغادي نزيد السكر على حسب الذوق، ديروا البنات شحال ما بغيتو. نديرو سكر كلاسي، فوالا. وغادي نزيد واحد سيكرو فاني، الا كان عندكم البنات سيكرو فاني، من هذا سيكرو فاني ديال سميتو ديال ليكيد، من الاحسن، صافي. غادي نطربها ونرجع معاكم. انتم البنات شوفوا معايا، انا طلعت شو كي كتجي البنات، خاصها جوج دقائق. الكريمه ما كتطلعش بزاف كي كتجي، كتجي واقفه قاصحه. جوج دقائق باكليسو هادي البنات، لحقاش الا طربتو بزاف كتولي زبده، خاصكم تحضوا معاها كما قلت لكم، خاصكم تحضوا معاها. شوفوا معايا البنات القوام ديالك كيجي، شوف كتجي رائعه، شوف كطيحش كاع، شوف شتو ما كطيحش. اخطر كريمه اللي تحت عليها هي هذه، كتباع في كرون فري كما قلت لكم ب 3.99 أورو، سهل الثمن ديالها، شتو اخطر كريمه. المهم ندوزو دابا للتعمار. هنايا غادي ندوز لازينواز، من بعد ما بردات صافي. هنا درت جوج البنات، وحده غادي نديرها بشوكولا، وحده غنديرها عاديه بكريمه عاديه فاني. اللي غادي ندير شويه تاع الكريمه وسط لاجينواز ديالي، وغادي ندير شويه تاع الفرومبواز. بالنسبه لي فخوي اي حاجه البنات عندكم، ديرها الفرومبواز ولا البنان ولا اي حاجه عندكم في الدار ديروها، ولا لي بونبون اللي عندكم. انا هنايا درتها نيشان في الطبسيل اللي غادي نقدم فيه، وغادي نطاليها مزيان 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 بالكريمه،
كما كتشوفوا معايا غادي نملسها. مهم الكريمه البنات غزاله على حسابي، شريوها على حسابي، راه كندوي على بنات فرنسا. وخديت هاد السميته هادي اللي كندير بها بحال شروطه ولا ما عندكمش هادي ديروا غير فرشيطه البنات. هنا غادي ندخلها الثلاجه حتى تبرد وعاد نعاود نزوقها. غادي ندوزو للثانيه اللي قلت لكم درت فيها تقريبا جوج معالق تاع نوتيلا بالنسبه للكريمه، حتى هي غادي ندير فيها شوكولا فيرو روشي. اللي عندكم البنات شوكولا، المهم اللي عندكم ديروا شوكولا، ولا غديروا غير ذوبوا غير شويه ديال نوتيلا وديروها من الفوق صافي. غادي نلوي ونخشيها في الثلاجه حتى هي تبرد. غادي ندوزو الاولى اللي بردت تاع الفاني، اللي خديت شويه تاع اللوز ايفيلي اللي حمرته في الفران، وغادي نزوقو بها. وداك البنات الزواق على حساب اللي بغيتو نتوما. انا درت زواق عادي، درت وريضات من الفوق ودرت لهم الفخومبواز. وبالنسبه لهذه ديال الشوكولا البنات راه زواق عادي، انا ما عنديش مع داك مع الزواق. المهم درت لوليداتي جوج وصافي. كنتمنى الطريقه ديالي تعجبكم، وزوقوا باي حاجه راه سهله سهله البنات، جربوها علاش لا. وهذا هو الشكل النهائي. بالنسبه للشكل النهائي البنات الكاميرا ما شدتش ليا مزيان، ما عرفتش علاش. المهم هذه هي لا جيرماز فاني. وهنا حطيت لهم شويه تاع الكلاص وليداتي والناس اللي كانوا عندي، حطيت لهم شويه تاع الكلاص هكا كلاص عادي، درت الثلج من التحت وحطيت كلاص اللي حيدت له داك البابكي ديالو. هنايا هذه كلاصي شريتها ما صاوبتهاش باش ما نكذبوش. وهذه هي ديال الشوكولا ولا ديال نوتيلا اللي زوقتها فيرو روشي مقسمه على جوج صافي. نتمنى الفيديو ان شاء الله يعجبكم، وما تنساونيش بلي جيم بلي لايك، وحتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم.